لم نتفق يوما على أن نفترق خال الفراق، ورحلت عني بعد أن ورحل العراق. هو الشاعر العراقي الكبير الأستاذ أسعد الغريري. أنا مدين بالوفاء لكاظم الساهر. شنو رأيك بسلام عليك؟ هل يصلح أن يكون سلام جمهوري للعراق؟ ضي القمر الليلة 12 منتصف الليل بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.